لقد ساعدني لوثرن فاملي سيرفيس وأخبروني ببرنامج بارا بروفيشنال باثويز في سبرينغ انستيتيوت، ومن خلال هذا البرنامج تمكنت من الحصول على برنامج كارير المهن في كلية إميجرانت، وساعدوني برمتها وأرشدوني كيفية تقييم درجة شهادة بكالوريوس التي كنت أحملها بحيث يتم اعتراف به كدراسة والشهادة هنا. وحصلت على المساعدة في تقييم وتحديث سيرة الدراسية في كلية إميجرانت، وساعدوني على حصول الوظيفة.